انت طول ما انت عنده تصرف من عنده، بس اوعت عنده. نقولها تاني، طول ما انت عنده ايه؟ خليك بقى عنده كده، طول ما انت عنده ايه؟ بس اوعت عنده. ده ما بيتعانتش، ربنا ما يتعانتش. طول ما انت عنده ها تصرف من عنده، بس اوعت عنده. وحتى لو عاندته هيوكلك ويشربك برضه. ليه؟ لان الله لا يحرم من يعانده، ما يحرمش اللي عنده برضه، بس اللي عنده بيصرف من عنده، واللي عنده يحرم البركة لكن لا يحرم الرزق. لان الله لما خلق المملكة تكفلها، ويبقى عيب على الكريم ان يعطي من اطاعه ويحرم من عصاه. فهذه ما تبانش فيها الكرامة، إنما الكرامة أن أكرم من أحسن إلي ومن أساء. فمن كرم الكريم في المملكة أنه قيوم، أنه قيوم يكرم من أحسن ويعفو عن من أساء، ولا يزداد على من عصاه إلا إيه؟ إلا حلما، ولا يزداد على من طلبه إلا كرما، ولا يتبرم في وجه الملحين، ولا يضجر من كثرة سؤال السائلين. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يعني لو تخلوا دخلت على واحد مسؤول كده وقلت له طلبك مرة ولقيته صهيا كده، وجيت عيدت سؤال خلاص سمعني اسكت. لكن الله يحب أن تلح، أوقات يأخر عليك الطلب عشان تقول تاني. عشان إيه؟ يقول له يا رب، العبد يقول يا رب، يقول آخر وطلبه لما يا رب؟ يقول إنه يحب أن أسمعه يقول يا رب. أخي بيحب، يا بيحب عباده يا أخي، أرزاقه حتى كلها مودة، مش عشان أنت صليت له وصمت له بيرزقك. إن الله كفيل متكفل بأهل المملكة. في أقل من، أنت قلت لنا أصبروا 10 دقائق، تصبروا أنتوا علينا 3 دقائق. صلى على النبي. فسيدنا عثمان قال لسيدنا عبد الله بن مسعود أعمل لك معاش للبنات دي. هذه القضية بقى اللي كلنا خايفين منها. ما فيش حد النهاردة اللي بيسرق يقول لك أنا ما عشان العيال، أنا أنت شايف ظروف الدنيا. اللي مبطل صلاة، ما أنا مش فاضي، شغل أنا صعب علي. اللي قاعد في المستشفى عيان من إيه؟ من الضغط، تعبت، ضغط عصبي. الناس ماشية تايهة. ليه؟ مش مفوض الأمر لله. ما حدش سايبها على الله. لا، ما حدش إلا من رحم الله. كله يقول لك إيه؟ فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، لا تدبر لك أمره. دي مش شغلتك. فذوي التدبير هلك، فوض الأمر إلينا فنحن أولى بك منك. أنت مالك أنت ومال تدبير أمورك؟ أنت كنت فين لما كان بيرزقك وأنت في بطن أمك؟ من ذا الذي كان يلطف بك في الحاشة؟ مين اللي كان أقول لك إيه ده؟ أنت لو تعرف تاريخك ما تفكرش أبدا في بكرة. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، حتما سيكفيك غدا ما يكون. ما تشيلش الهم، فحملان الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، حتما حقا سيكفيك غدا ما يكون. فقال له أكتب لك معاش للبنتين؟ قال له لا، إني علمتهم سورة الواقعة. ده درس مهم جدا في الحب. المهم بقى لينا احنا، هو سيدنا عبد الله بن مسعود واثق او كده ان شركة التأمين بتاع سورة الواقعة اللي يقرأها ما يفتقرش، الا يؤثر. رحت انا جايب سورة الواقعة من المصحف، قعدت اقرا عن سورة الواقعة، اكيد فيها كلام يا رزاق يا كريم يا حليم يا عظيم. ما فيش حاجة، ما لقيتش حاجة بتتكلم عن الرزق خالص. مش ده السؤال؟ صلي بقى على النبي. تعال أوريك بقى الفلوس فين.
أوريك الفلوس في صورة الواقعة فين. اقرأ معايا قول الله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون. شايف العيال دي؟ أأنتم تخلقونه أم نحن ليه؟ أي بالتاني. أفرأيتم ما تحرسون. ما قالش تزرعون. أنت ما تقدرش تزرع. هي بقى السر في الحتة دي. إن ما قالش أفرأيتم ما تزرعون. لا، أنت مش مزارع، أنت حارس. أنت عليك الحرس. زي ما قال سيدنا الشيخ علوك، تجيب الجرار الزراعي وتحرث الأرض وترمي البذرة وتقعد جنبه وتقول له طلع بقى. يبقى البذرة جابت من عنده ولا من عنده؟ هذا سر الواقع. أن تعلم يقينا أنك به فانتبه. تعلم أن رزقك، أن أنت مش شاطر ولا حاجة، ولا راجل تاجر ناصح ولا ذكي ولا مهندس بترول بتعرف انت تجيب من الارض برميلين البترول. لا حبيبي، انت عليك تقف ترمي البذره وترفع ايدك لفوق، ينزل المفتاح بتاعها من السماء عشان تنبت. اهو كده. ما لم يكن يقينك كده، لو قريت الواقعة ألف مره برضه مش هتعمل لك حاجه. ليه؟ لان انت ما وصلتش للي ربنا عايزه من صوره الواقعة. ايه اللي رب وزك؟ سيدنا عبد الله بن مسعود ما قالش حفظت ولاده سوره الواقع، قال علمتهم سوره الواقع، يعني عرفتهم السر المكنون فيه. ان يا ابني العيالين اللي معاك دول انت اللي خلقتهم ولا انا؟ ما دمت قد خلقت الفاه لا انسى. ابقى خلاص، انا اخذ معاش منك انت ليه؟ اقف اطلب منك ليه؟ اني علمت اولادي، يا اولادي ان الله لا يخلق فاها وينساه. لان انت اتخلقت من نطفه. افرايتم ما تمنون. معقول شويه ميه يجيبوا بني ادم؟ اللي حول الميه لبني ادم كفيل ما بينهم ان يرزق هذا البني ادم الى ان يرجع تاني شو التراب. اللي اخرج من بين الصلب والترائب، اللي اخرج اللبن يا راجل، بيبقى طفل. قول لي بالله عليك، ليه الواحده اول ما توضع تحط العيله على كتفها كده يعيط؟ اول ما يعيط ينزل له الايه؟ طب اقول لك على حاجه تعرفها الستات، وده بقى بقص الحته دي. الله، يقول لك الست لما تبقى مخلفه عيل جديد كده، وبعدين تبقى قاعد الولد مثلا مع خالته في الشقه الثانيه في البيت، راح معاه مشوار، فجاه تقول لك يا نهار ابيض الولد جعان، الولد جعان، خسج بالذات، هو عيط؟ ما هو ده ما لحقتوش الا ربه. لا عنده حيلة ولا يعرف يهرب من خالته ولا. أول ما رفع بكاء من السماء أنزل له الله لبنا. وبعدين إيه؟ الولد بيعيط في شارع تاني. أمه سمعته، ربه سمع. مين اللي سمعه؟ قال لك إدرار اللبن من ثدي الأم ما هو إلا دعوة صراخ مستجابة. إلا أنها صرخة مستجابة. فالذي كان يعطيك بالصراخ من غير كلام قادر على الا يحوجك الى الانام. اللي كنت بتعيط ترفع وشك للسماء وتبكي، ينزل اللبن عشان تاكل، قادر يا ولدي ان يطعمك ولا يحوجك الى الانام. الله، صلي على سيدنا النبي. اذكر الله. من قول على المحطة الثانية؟ عرفت ايه اللي في سورة الواقعة؟ جاي يتعلمك اليقين، التوكل على الله. سيدي أحمد دردير يقول في الصلوات: اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال إليك، واكفنا شر وساوس الشيطان. أقول تاني الدعاء ده مهم. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، مش التوكل، حسنه، ودوام الإقبال عليك، وكفنا شر وساوس الشيطان. اللي بتضحك علينا، خليني ربنا احلف لي وكلني وشربني قلبي، فورب السماء انه لحق وانا نايم الان.